اش غادي نقول لك اختي؟ البلاد راه ما فيها ما يدار. لحقاش كتعامل مع اقرب الناس ليك، الصديق ديالك واش داك الشيء ما كيرحمكش. كتشوف عباد الله كتعيش وانت كتموت. كتقول انا نمشي نجرب حظي. واخا ملي كيجي كيقول لك الغربه راه صعيبه والغربه هذه، انسان الا ما ضاقش ما كيتبننش. خاصو يمشي يشرف امر الواقع عباش كيجي كيعطيك الخبار. حتى هو كيقول لك نفس الهضره اللي كيقول لك، كاين الناس اللي كترجع في الصندوق هما كيعرفوا بان البحر وكيعرفوا بان، ورغم ذلك باغين يهاجروا ما كرهوش هما يحلوا من الباب من دابا. يقول لك بسم الله توكلنا على الله ويزيد، يضرب فيها عام يضرب فيها 10 سنين يضرب فيها اللي بغى، المهم كيقول لك نمشي نعيش الحياه. كاين حياه تما، كاين الخدمه، كاين الحقوق، كاين بزاف ما يتقال. ما غاديش نقدر نشرح لك انا لحقاش مع عمري مدوزه، ولكن الانسان على حسب ما كتشوف. هنا هاد الناس هادو ما شاء الله معاهم، ما لا مبقى لا معاهم طريح لا والو. الناس الغربه كتقول اللهم نفضل الغربه صراحه، هذا هو اللي هادي غادي نفرقوهم. يعني كاين طبقات، كاين اللي كيمشي انه هنا تعب وما لقاش الخدمه ومشى تما باش يكسب واحد شويه ديال العيش ويجي لبلادو ويدير شي حاجه. علاش انا قلت يرجع لبلادو ولو انه صعيبه انك تمشي لتما وترجع كتقول عام عامين ثلاث سنين اربع سنين ما غاديش ترجع. وكاين واحد النوع اللي دوك اللي مشاو لالمانيا، وممكن نوجه لهم التحيه كاملين ولاد الدرب ديالنا، مشاو على حاجه اخرى، مشاو على قبل الدريات صح، مشى باش يدير سيلفي مع الدريه، شوفوني انا راه مصور مع الدريه. ولدرجه انه شوهوا بينا غير مؤخرا في ايطاليا ثلاثه ديال الدراري اغتصبوا مرا كبيره، وداك الشيء غراتوي. حنا نخرجوا على هذا النطاق، تقدر تمشي للبار توقف مع الدريه تضحك شويه وشوف فين وصلوا بينا حنايا. المهم راه مفهوم كلامي علاش هذوك الناس كيمشوا يهاجروا. اللي كيهاجروا هناك، الى جينا نتكلموا نطرقوا في هذا الموضوع، كاين اشخاص اليوم من ذوي الاحتياجات اللي ما لقاش المعيشه، يعني ما عندوش ظروف المعيش والوسائل اللي غادي توفر ليه العيش داخل العائله ديالو، كيقدر يهاجر. كيقول لك غادي نهاجر على برا باش نخدم ونجيب الفلوس ونعاون دارنا ونعاون هذا ونوقف على رجلي ونتزوج وكذا وكذا. وكاين نوع اخر اللي كياخذها بواحد مثلا كيهاجر باش يمشي باش يدخل العمله للمغرب ويخدم يعني يمثل بلاده خارج ارض من خارج التراب ديال المغرب، يمثل البلاد ديالو ويخدم ويدخل العمله ويجي ويعني يصدرها هنا ويجيب معاه مشاريع وبزاف د الحوايج. وكاين اللي كيعيش في واحد الحاله مزريه اللي كتجعلو انه باش يسلك طرق، يا اما يمشي حارق كما كنقولوا او يمشي باي وسيله باش يهاجر. علاش؟ باش يقلب على لقمه العيش ويقول لك اودي انا ما كنعيش في واحد المستوى لائق رغم انني في بلادي راني محقور، لذلك يجب علي انني باش نهاجر باش نلقى واحد الحاجه اللي غترتاح عليها النفسيه ديالي. الناس ديال الغربه ربما انا نعطيها لك في جوج حالات، حاله اما حاله الفقر والبؤس وكيشوف الناس داروا غير وصلوا دو ا زد باش الله يعلم. ولهذا حتى الناس كيبدا يقول لك انا اختي نمشي برا، يعني برا راه المغرب لا عاش في بلاده وكانت عنده واحد المواطنه قحه وعرف الباتريوتيزم شنا هي والوطنيه وكان كيموت على الثوابت والمقدسات ديال بلاده ويكافح على بلاده كيكافحوا عليها الناس والدينا واجدادنا، راه غادي يبقى في البلاد. ولكن حتى هو راه ضايع من واحد الناحيه، يعني عنده اجازه ماستر دكتوره في شتة العلوم وما خدامش بها، كيقول لك انا كتبان لي الغربه. وراه هذا هو بيت القصيد، يعني حنا بغينا نديروا الكفاح لهذا، نعالجوا هذا المشكل خاصه نشوفوا ابناء الشعب. الناس اللي كيمشيو للغربه انا كنقول كاينين جوج ديال الحوايج، ما عندهمش حب الوطن هادي من جهه، لو كان عندهم حب الوطن غادي يحاولوا ما امكن، لان جدودنا ما هاجروش، يعني رغم ان كان الاستعمار وهذا وهذا وقاوموا وبركوا في البلاد. انا كنقول بغيت نقول لك واحد الكلمه اللي هي متداوله، حاشاك حتى كلب ما كيهرب من دار العرس ولا حتى قط ما كيهرب من دار العرس. حنا كنشوفوا دابا غير الافارقه كيفاش تاهموا في بلاداتهم، لو كون كاينه شويه ديال الديمقراطيه وكاين شويه ديال هذا ما حتى واحد ما غادي يهرب. بلادنا مزيانه، انا مثلت المغرب في واحد العدد ديال اللقاءات في اطار ديال الصناعه التقليديه، مهرجانات ومعارض، وشفت الناس كيفاش كيخدموا وشفت الجمعيات كيفاش كيخدموا برا وكنشوفوا كيفاش كيخدموا هنا. هذا هو المشكل، لو كون الانسان دابا بالله عليكم اللي كتلقى واحد الانسان في عمره 70 سنه وغادي يبغي يهاجر فين غادي؟
إذن ما لقاش حويجات اللي هي أساسية ما لقاهاش في البلاد. إيوا أضعف الإيمان، التغطية الصحية، وبالله عليك ملي يمشي لسان السبيطار مريض ويبقى 3 أيام وربع أيام ناس في الكازو والأطباء كيشوفوا فيه هو كيتألم حتى يموت تما في ديك البلاصة ما كاينش اللي يحرك ساكن. هذه وحدة، هذه نقطة في البحر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.